صرح وزير الزراعة سيد القصير أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن اعتماد مصر لنظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقري والبروسيلا، لافتا إلى أن ذلك يعد إنجازا غير مسبوق على المستوى الدولي. وأكد أن ذلك الإعلان يأتي استكمالا لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتمادها لنظام المنشآت الخالية من الأمراض من خلال الإعلان عن قائمة تشمل 37 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور خلال العام 2020. والمزيد من المتابعة والإيضاحات انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة. أرحب بك معنا دكتور محمد على شاشة دي أم سي. بداية، يعني ماذا يعني هذا الإعلان من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية حول مصر؟ يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك، وطبعا احنا شايفين حجم الاهتمام اللي بتوليه الدولة المصرية لحماية الحيوان وحماية وتطوير ما يقدمه أو ما يحصل عليه المواطن المصري أنه يكون على أعلى مستوى من الجودة. طبعا ده بياتي مكملا الاعلان ده معناه ان الصحه العالميه، منظمه الصحه الحيوانيه العالميه بتثبت ان مصر اصبحت فيها منشات خاليه من مرض الدرن البقري والبروسيلا. طبعا ده امر في غايه الاهميه، لان ده يساعدنا ان احنا نقدر نصدر لبره لهذه المنتجات، نقدر ان احنا نفتح اسواق خارجيه كمان حتى نضمن جوده منتج للمقدم للمواطن المصري. طبعا احنا شفنا الاهتمام بتطوير مراكز تجميع الالبان، بزياده اعداد الرؤوس المملوكه، بتطوير انتاجيه الرؤوس لدى الفلاحين والمزارعين. كل ده من شانه ان يحدث او يكون في يعني يكون في نتائج ايجابيه ووفره في حجم المعروض والمتاح قدام المواطن المصري من هذه المنتجات، وده يضمن منتج عالي الجوده كمان. وده طبعا بيجي مكمل لما سبق وتم اعتماده من منشات الانتاج الداجيني، ان احنا تم اعتماد 36 او 37 منشاه خاليه من مرض انفلونزا الطيور، وبالتالي ايضا ده كمان يرفع من القيمه الانتاجيه التسويقيه لهذه المبادئ. بالطبع دكتور محمد، يعني كيف يمكن البناء على هكذا انجاز لتحقيق أقصى استفادة وخاصة فيما يتعلق بالتصدير؟ يعني احنا الأول احنا بنغير الموقف الوبائي لمصر، وده نقطة في غاية الأهمية. احنا كان موقفنا الحقيقة كانش إيجابي قوي أو ما كانش متميز في سنين سابقة، وده طبعا كان بيأثر علينا في الصادرات وفي الإنتاج وفي حجم الاستثمار اللي ممكن يكون يتم ضخه في هذا المجال. مع اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في قطاعات الزراعة المختلفة، طبعا كان من ضمنها ان احنا نطور من الموقف الوبائي المصري. كل ما بناخد اعتماد لمنشآت خاليه اكتر، كل ما ده يضمن ان احنا في فرص استثمار تيجي اكتر، يبقى في فرص عمل تزيد اكتر، في فرص تصدير اكتر، في فرص انتاج افضل، كل ده يبقى موجود قدام المواطن المصري، وبالتالي بيعود عليه بالنفع بشكل كبير بشكل ايجابي، ويخدم المواطن المصري ان هو يلاقي احتياجاته على اعلى جوده، ويضمن ان هو هيحصل على افضل الخدمات وأفضل أو كل احتياجاته اللي هو بيحتاجها إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، شكرا لك.